Danielle Johnson. I'm from Chicago, Illinois, in the USA. And I've now been in Amman, Jordan for 2 weeks. I'm loving it, and I'm playing violin as part of the National Music Conservatory in the Amman Symphony Orchestra. I'm very excited because tonight is our opening concert, and it's going to be a great program. I'm really enjoying my time in Amman, and it's been a great musical experience. Thank you. الموسيقى المادة الموسيقية اللي بتناولها شغل أستاذ محمد عثمان صديق هي ممتعة نوعا ما لأنها بتربط بين التأليف الموسيقي العربي والغربي أو الكلاسيكي. واحد من الأشياء اللي جذبني أني أحضر هاي الكونسرت، أنا بعمل مشروع عن الربط بين الموسيقى والعمارة، فهي كموسيقى تعتبر إنشائيا إلها أسس وقواعد من الجانب الكلاسيكي، وبرضو كشعور تحمل التأثير الموسيقي العربي للموسيقى العربية. طبعا هي ككونسرت فيها أداء جميل، أنا حضرتهم قبل هالمرة وهاي المرة الثانية طبعا بعد ما انشديت للأداء الجميل للمؤديين الموسيقيين. شكراً.